نتابعوها في سهرة كل اثنين على قناة الحوار التونسي من خلال السلسلة الكوميدية. إن شاء الله مبروك تجيب أحدنا بحب كبير. غادة شكا. مرحبا وبيك. عايشك. شحوالك؟ لاباس الحمد لله. لاباس؟ لاباس الحمد لله. شوف غادة، قبل كل شيء خليني نهنيك على المجموعة اللي أنت موجودة فيها وعلى العمل عايزة. اللي يتعدى بنجاح على قناة الحوار التونسي. عايشك. إن شاء الله مبروك. أي. كنت محتاجة للعمل هذا ولا لا؟ الحقيقة أي. علاش؟ على خاطر العباد اللي معاهم، الممثلين اللي معاهم، من نجم نكون كان عندي كل الشرف إني موجودة بيناتهم. نتذكر أنت نجحت برشا في تاج الحاضرة، الناس حبوك، خديت حتى جوائز في تاج الحاضرة، لكن ما شفناكش من بعد. الحقيقة بعد تاج الحاضرة كنت نستنى، يعني بعد سورتو الجوائز اللي خذيتهم كنت ننتظر زادة حاجة في الكاليبر متاع تاج الحاضرة، وكنت خايبة أمل، لما زادة كانت حاجة باهية بالنسبة لي اللي خلتني نكمل قرايتي، ما مشيتليش خسارة. كنت تنجم الدبرة، لأنه الناس في الشارع باش يوقفوك يقولك وينك، أي وقتش باش يراوك. صحيح. أما إني هذي التمثيل يعني مانيش حاجة إني مشيت لوشت عليها ولا فهمت، يعني جات هكاكا. أما ذقتها. ذقتها ومحليها. 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 كيفاش صار الكونتاكت مع بسام؟ والله كنت قاعدة نهار عيد ميلادي، كادو يعني كادو من بسام إنه كلمني، جاتني بروبوزيسيون، مشيت من غدوة يعني باش نعمل كاستينغ وكل، باش نقف قدام الكاميرا، والحق عجبته. وقت اللي شفت انه معاك معناتها ناس عندهم جماهير كبيره تتبع فيهم، استنسوا بالضمار نتاعهم في وسطهم. في وسطهم. هم اللي مستنسين بالكوميديا. صحيت اي، من الاول الحق تقول توا عبيد كيما هكا اسامي كبار وفي الكوميديا تحب ولا تكره. كنت من الاول كل خوف يعني زعما نجم روحي وكل. ما قلت والله غدا ما دي بسام راه فيا اللي نجم نعمل الحاجه هذيك، ابخي تو اني مانيش ماشي نضحك هادي، يعني الغول نتاعي ماهوش مانيش باش نضحك العبيد. اما هكاك غول خفيف وكل، قلت هيا نجرب وكل. حق هما عاونوني على الاخر وكنت مرتاحه معاهم، كنا عيله فهمت، يعني ما حسيتش روحي. الثنائي صوفي وبالحسن. صوفي وبالحسن. انت ومجد بالغيث. برشا قبلوا؟ ايه. وبرشا ما قبلوش؟ برشا قبلوا برشا ما قبلوش، برشا قالوا ما همش خارجين على بعضهم. به اني وعمار، ها خويا عمار، مانيش خارجين على بعضنا. سميرة وعمار زادا كيف كيف ماهمش خارجين على بعضهم. وردة تحب بلحة، هي القوة في هذيك. تناقضات. صحيت في التناقضات كيما خالد بوزيد ولبنى، يعني حاجات هكيك، هو ستكون مبني على الحاجات هذوكم، انهم حاشين ما همش راكبين على بعضهم. يجيوك تعليقات هكا على مجد؟ جوني برشا تعليقات. من نوع فما برشا انواع. من نوع فما عبيد محليكم، فما عبيد علاش هكاك لبنى صاحبتك، علاش بيك هكاك تعمل مع مجد، مش فاهمين اللي هو تمثيل. واني ولبنى صحاب برشا في الدنيا، يعني لبنى من اقرب العبيد ليا في الدومين. رمضان السنه باش تكون زاده في مشاعر؟ في مشاعر اثنين ان شاء الله. كملنا التصوير. كملت التصوير. شو نجم نعرف على دورك في مشاعر؟ باش نكون ان شاء الله اخت احمد الاندلسي. عكس جديد يعني. في فتره ما بين تاج الحاضرة وإن شاء الله مبروك، كانوا الانستغرام بقالك هو وسيلة التواصل مع الناس. صحيح. الانستغرام قربني برشا من العبيد، يعني نحس روحي نحكي مع أصحابي برشا. تهبط تصورك أنت؟ برشا. شنو هي الغاية من أنكم تهبطوا تصوركم؟ نعرفش، أني تصويرة نعملها تعجبني نهبط. لماذا؟ لا أعلم. مثلا غادة تهبط تصويرك كيما هكا، شنو هي الغاية؟ لماذا؟ والله لو راها حتى غاية، تصوير عملتها عجبتني هبطتها. ولعبت شكتبوا دي كومنتير تحت منها؟ محليك. محليك، واللي يكتب لك معاودة، شو تقول له؟ مانيش معاودة. تجاوبوا تقول له مانيش معاودة؟ ما نجاوبوش، أما إني بيني وبروحي نعرف روحي اللي إني عمري ما عملت حتى تدخل في وجهي. تصويرك كيما هكا؟ في انيفرساري، في عيد ميلادي، طفلة صغيرة فرحانة بروحها، فرحانة بانيفرساري ب 22 سنة. مخبية حياتك الخاصة. فما تشوفوش تصاورك برشا مع عائلتك. بيه الحق نهبط شويه، اما هذي اني اخترت اني نكون معروفه، يعني عائلتي زاد فما عبيد ما تحبش تقولك ما تصورنيش انت معروفه. ساعات عندي صحابي اني كي نخرج معاهم يقول لي غاده بربي ما تصورنيش، ما نحبش فهمت. يعني اني نحترم، اني قبلت اني نكون مشهوره والعبيد تعرفني، فما غيري ما يحبش.
نهارت لي نخرج وكل مع بابا وكل نقولوا نتصوروا تصور معني ونهبط. علاقتك قويه برشا مع الوالد على الاخر. بنت بوك بنت بابا الاقصى حد. كيفاش تتجسد العلاقه هذه؟ تتجسد انه في عينيا بابا الاب المثالي، يعني حبي لبابا ما فماش حاجه اغلى من بابا في الدنيا عندي. ربي يفضلهولك. عايشك. نعرف انه الوالده مش موجوده وهو خذا بلاصه الوالده، خذاها ونجح انه يعوض لي دور الام والاب. يعني اني صحيح امي يعني حاجه هذيك ما جرح ما يبراش، اما بابا ما حسسني حتى نهار اني يعني قريتوا الحنين بتاع الام وكل اني بابا حنين الاب والام الزوز مع بعضهم. عاده تكبروا البنات تقولوا خلينا نخطبوا لبابا. صحيح الحق كي نخمم فيها توجعني الحكايه. علاش؟ يعني ديما نقول يعني باش يجي نهار نحن بنات، فهمت؟ نقول ديما بابا يعني ما نحبش نخمم انه اني ما فهمتش داري واختي باش تعرس يعني هذيك الدنيا. هيك الدنيا هي. اما اني نحب نقول لك حاجه انه بابا رافض فكره الزواج على خاطر بابا يحب امي برشا. حتى كي نجي نحكي معاه يقول لي ما فماش امراه ممكن تعوض ربع اللي 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 خليته راجي، فهمت؟ ونجم نكون كان فخوره يعني ببابا. ربي يفضلهولك. يعيشك. بدل الجو نعملوا سكتش مع والد الزين واروى بن سمعيل. انت وين الولعه شبيه؟ يا عماد انت وين الولعه؟ جايب لي شيشه من غير ولعه كيكه؟ يا ودي وين لالونجي؟ يا ودي قلت لك لالونجي جايب لي تاي اخضر يا عجبش شي مهبول هذي في القهوه ذي. فرجيني فرجيني مون امور. شنية؟ فرجيني مون امور؟ انت مش نبهت عليك قلت لك وجهك ما عادش نحب نشوفه نهار كامل وانت تحسن فيه. لاباس ما نحبش نشوف وجهك يا عجبكش. اما نفرفر ما تقوليش هكا، راك راجل احلامي ما نجمش نعيش بلاش بيك، مستعد حياتي الكل نعديها نجري وراك. يا تجري وراي بلاهي الكارت تاع الشرقيه تجري وراي، نورمال انت في مخك. وجهك انا ما عادش نحب نشوفه. كمان فرفر ما تقوليش هكا. ريت انا كنت عدى البنات يطيح على اليمين وعلى اليسار. سي نورمال فرفر راك ياسر بوغوز. شنية؟ ياسر بوغوز. مش خاطر ياسر بوغوز، خاطر مدوش مرة في الشهر. اش تحبي من الآخر اش تحبي أنت اش تحب؟ ريت أنا خذيت واحدة أخرى أزين منك، أحلى منك. خير منك، بدنها خير، كل شيء خير منك. يا فرفر ما تقوليش هكا. والله العظيم إلا ما نقتلك بالغيرة كيكة تنوريك كيفاش. جوفانتس سباغيتي ميلانو بيتزا يا فرفر كريستيانو رونالدو عميد تيكو شكوني ها؟ شكوني يا فرجانو نقدمها لك هذيا يا لالا كاترينا تعيش في ايطاليا عملنا الحمد للخيوط جايه لتونس نقدوا راقي نطلع للطليان اوف وننساك فنجانو مش فنجانو فنجانو هذا كنا نشربوا فيه فابرة والله فابرة مش نورمال والله هكا فرفر انا تبدلني على وحده كيما هكا هي نبدلك انا باش نبدلك هكاك ناخذها ونمشي على روحي ونمشي لطاليا علاش انا ما نهزكش انت ماكسيمون تهزيني المورنياك انت ليه نورمال انت في مخك فرزانو
ايوه ايه ايوه سمباتيكو سمباتيكو اش معناها؟ ايوه بارلا مية قلت لك انا سانكاتيكو انا سانكاتيكو يا من ربي دليل معناها بعد الحب اللي بيناتنا هذا الكل تبدلني على خاطر وحده كيما هكا كي شوف دنها وشو وجهها وشو شعرها انت ما فيها شيء يعجب شو هنا فرفر امان هنا هنا فرفر لا لا شيء ما ثم شيء صح يا انا سكت ما هو قاعد مش شايف شي حاجه مخفي حشتو الحاجه شي اللي مش عاجبني فيه فاش خير مني انت لال تصدق الرب الخيط وين الراجل شو شنو تكلمي بتونسي امين يا اخي مش قلت لي لي كاترينا تعيشي في كاتانيا مش لي كاترينا ونعيش في كاتانيا ني فرجاني ونعيش في لاكانيا ايش نعمل لك رجال توصي كلها تلوج على القورية وتحب تقطع من البلاد وتحب تعرس نقعدوا كيكة عملت روحي طلياني فهم شباب ما لقيتش حتى حل عزيزتي جي لحظة شنقل لك حاجة نجيك انا راني شنحكي لك الحكاية من اللو هذية تعيش البرة في إيطاليا قلت لي نورمال في مخها انا شمشي في بالي قلت ما ديما التوريست ما ثماش في تونس قلت انا تو نخدم على روحي نجيب التوريست لتونس قلت نجيبها ندورها دخلنا الدوفيز ومرنا تمشي يا اخي طلعت لي بحرها حنين حب ياسر تخمم على الوطن عايشك عزيزتي فرجاني نعم من عمور انت باش تبور فرجان ها فرجانو فرجان شبيك تراشي انا باش نبور فرجانو انا تواليت على اليسار بغات يا باش نبور عزيز فرجانو 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 غادة في سكتش الكوميديا مشيت معاك اي به استنست بيهم استنست بيهم وان شاء الله الموسم الثاني والثالث والرابع والعاشر والعشرين على شلي غادة نعمل فاصل قصير وبعد الفاصل غادة ستواجه الباباراتزي توا موعدنا مع عيش اثنيتك الفقرة اللي تقدمها لكم شيلفي والسيف وشليليكس هذه الجمعة الرابعة في عيش اثنيتك بعد ما زرنا الجنوب التونسي وصحاريه والشمال وغاباته باش نشوفوا مع بعضنا الكبو نقطة الانطلاق باش تكون من حمام الأنف مع ميلا بن يوسف ونشوفوا مع بعضنا وين ماشيين مرحبا بكم في عيش اثنيتك مع شيلي ليكس وشيل فيول سيف اليوم حلقة جديدة في الكابون تجربة جديدة وكرهبة جديدة باش نكتشفوها مع بعضنا قبل ما نبدأ رحلتنا
الفاكونس نتاعنا اليوم في الكابون بفضل شاليليكس وشيل فيول سيف. مشينا للهوارية وقليبيا. انتم زادة عيشوا ثنيتكم وبارتاجيو معنا فوز اكسبيريونس. واحنا مروحين تعدينا على قربس، المدينة المعروفة بالعيون الاستشفائية متاعها، وهكا نكون قفلنا رحلتنا. سبحان اللي خلق وصور زينك بأحلى صفات، شمسك علينا تنور دليل لشب ثنيات، في كل ما يحلى في العين صحاري جبل وغابات، جايك زاير ملهوف تونس ليا نادات، كان تخزر بعيني تشوف ما شبها بلادي ومحلاها، عيش ثنيتك وصايتي مني ليك عليها. ذكركم اللي فما كرهبة واليس إغيس للربح ليلة العيد، كانت تحب تشارك وتربح أبعث SMS فيه شيليليكس ولا شيل فيول سيف على 85 840. وبون شانس. بعد 4 جمعات شفنا رحلات ممتعة بين الجبل والبحر والصحراء، وهذا الكل في بلادنا موجود ومتاح للجميع، يعني بمصروف قليل برشا تنجم تزور مناطق مزيانة فضل شيل فيول سيف، الوقود الاقتصادي اللي يمكنك انك توفر مصروف الكربورون وزيت الشيليليكس، الزيت اللي يتماشى مع كل انواع الطرقات. مع شيل فيول سيف وشيليليكس تنجم تربح ثنيتك. كيفاش سهل برشا، فما كهرباء وليس كار ايريس للربح. طريقة المشاركة، ابعث SMS في شيل فيول سيف والا شيليليكس على 85 840، 85 840، باش تدخل في القرعه وتربح معنا كهرباء وليس كار ايريس. سعر SMS 250 مليم. عيش ثنيتك، ما زلت متواصله، تابعونا. رجعنا لكم مع غاده شكا. غاده، لو باباراتزي مشى في خطوط حمراء نوقفوا. بيان سور نوقفوا. قادره باش توقفوا ولا نعاونك؟ كنت فما هكا حاجه عاوني. يلا اهلا وسهلا بالباباراتزي. يا مساء الانوار. عسلامه هادي. اهلا وسهلا. مرحبا غاده. مرحبا. فما برنامج غاده حضرت فيه مره واحده، وقد ما حاولوا يعادوا يستدعوا ترفض، رغم اني نهارة التصوير كنت عاملة جو، وخاصة فرحانة بكرينيكوز معروفة موجودة في البرنامج، وريناك عملت معها برشا ستوريات. أما الكرينيكوز فرحت بيك مليحة على طريقتها في الكواليس. اليوم غدا عندك الجرأة تحكي لنا شكوني الكرينيكوز وشنو صار في الكواليس؟ صحيحة الحكاية. صحيحة ونجم نحكيو فيها. نجم نحكيو فيها بدون ذكر الأسماء. باهي. استدعوني مرة في برنامج. مشيت قبلت، لبيت الدعوة، مشيت حضرت. كنت عاملة جو كما قال هو، وعملت برشا ستوريات مع الكرونيكوز هذي. يعني أني هذي يعني في طبع، يعني اللي قراب لي يعرفوني اللي أني معني ما عندي شكل خبث وعبد نكرة عبد ليه، يعني تصرفت على طبيعتي معاها. اما ماكش نية؟ مانيش نية، مفهمش عابدني، ما عادش فما عابد نية راه في الدنيا هذه. طيبة اي، اما مانيش نية، ديما نقول لهم راني هذيك ترو بون ترو كون نكرهها، يعني مانيش اني. فوالله ما عرفتك اللي ما ظهرتليش حتى طرف انها انسانة قالت كلمة خايبة عليا ولا. كملت عملت جو، يعني ديما يمشي معايا اخويا الحقيقة. ونحن مروحين نحكي له، قلت له ريت محلاها على نيتي، معني ريت محلاها والله عملنا جو درشنا. قال لي خويا، قال لي اي محلاها، عرفت متاع. قلت له مستانس انت حسين تقول لي هكا؟ قال لي ليه، خاطر فما حاجه صارت وما حبيتش نحكي لك، خاطرك نعرفك ما تنجمش تخبي، يعني تتصرف على طبيعتك فماكش تعمل جو. قلت له اش فما؟ قال لي انت داخله وهي قالت اوه صار هي هذه جابوها لنا، عرفت متاع عبد تقوش قوش عليها ماشي فوق من قلبها ولا مانيش مشتلة لي هي اني اصلا انت عبد ما فهمتش. والله يا هادي لا عمري ريتها ولا عمري تقابلنا ولا عمري شفتها، شفتها نهارتها وفي بالي فرحت بيها، معني يا اخي فرحت بيها هي. قعدت في قلبك الحكايه؟ بيان سور قعدت في قلبي، اني اي اي عبد يعمل لي حاجه خايبه تقعد في قلبي. راه قد تكون تاع موقفك اللي طفله صغيره مازالت في بداياتها. اي صحيت طفله صغيره، قلتها طفله صغيره مازالت في بدايتها، علاش وهجه تعمل
سامحني، انت اللي فاش تعمل غادي؟ يعني علاش تحكي على علاش تحكموا؟ علاش تحكموا على عبد وانتم ما تعرفوهش؟ كنت تتفرج فيك، شنو تحب تقول لها؟ قل لها ربي يهديك وعمرك ما تحكم على عبد ما تعرفوش. غدا انت عملك الفنيه شويه، اما مشاكلك في الوسط برشا. ما عندكش مشكله واحده ولا اثنين، وانا باش نحكيو على ثلاثه منهم. فما مسلسل غدا مثلت فيه، اما الدور ما كانش ليك انت. جيت في الدقيقه 90 باش تعوض ممثله معروفه اكثر منك وكاريرها اكبر منك. بعد مده يجيك عرض في فيلم، لكن من سوء حظك الممثله هذه تطلع عندها دور بطوله فيه والمخرج يحب عليها. والممثله هذه شرط من شروطها انه غاده شكه ما تكونش موجوده في الفيلم. وقالت لهم يزينا من الدخلي مانيش مستعده نخدم مع نكره في نفس البلاتو. عندك الجراه تقولنا شكون الممثله هذه؟ دخلي دخلي اما خذيت جائزة أحسن وجه جديد عمتها، يعني مانيش دخيلة. تبارك الله ماكش حاقدة جملة. حتى طرف. ما عنديش الحقد والله، بالعكس، وما من دابة في الأرض إلا وعلى الله رزقها. يعني هو مش رزقي، مش حاجة متاعي الفيلم، ما مثلتش فيه. أما كلامها صحيح. شو كلامها صحيح؟ انت دخيلة على التمثيل. علاش دخيلة؟ ممثلة. هاني وليت ممثلة. مازلت قاعدة تجرب. مانيش نجرب. لو كان جيت نجرب راني ما خذيت الجوائز وراني مانيش موجودة. انت تعتبر روحك اليوم ممثلة؟ بالطبيعة ممثلة، ما دام نمثل ومازالوا عيطوا لي المخرجين نمثل، ممثلة. وعندي 3 سنين كاريرة، نحب نقول لك يعني مازلت في بدايتي. كاريرة كبيرة تبارك الله. إن شاء الله تولي كبيرة. شكوني الممثلة؟ حاجة ما تخصكش. قطعان الأرزاق حاجة خايبة برشا، حاجة يعني حاجة خايبة برشا، ما نجمش حتى نحكي عليها. فربي يهديها وكها، وش نقول؟ إن شاء الله يجوني أفلام ما خير بالفيلم هيك. غادة عندها ماركة تبيع في الحويج على الإنترنت. عملت ماخك من غير ما تسميها، ما نحبوش نعملوا البو. عمي وفما مغنية تونسية بعثت مساج في الباج باش تشري حوايج من عند غادة. ليلي. بعد ما وصلت الكوموند للفنانة هذي رجعتها من غير ما تحلها. ومن وقتها ما صدقش. ومن وقتها الفنانة هذي عاملة حملة على الصفحة متاع الماركة بفو بروفيل وتحب تطيح الماركة. عندك الجرأة تقولنا شكوني الفنانة هذي؟ ليه هذا ماهوش عادي. برباش برباش. سعادتي تاجرة؟ تاجرة. باك ايكونومي جيستيون. اي اما مازال بكر عليك على التجارة. علاش مازال تقرا؟ على الأقل تاخذ شهادتك، تاخذ شوية خبرة من الحياة. هاني ناخذ فيها تو الخبرة والحمد لله الماخك ناجحة على الآخر. اي. توصل وتبعثوا؟ بيان سور. اني وخويا صباح وليل نخدموا. مغنية ولا ممثلة اللي يعني؟ مغنية. مغنية. طلبتها من غير ما تعرف اللي انت ورا العلامة؟ نحكي لك الحكاية. يعني هي بعثت مساج على ما يبدو للباج، على خاطر اني ساعات نتفقد، فهمت هذي؟ خاطر خويا وكله تعرف اني نقرا ونمثل وكل، يعني البيريود هذي سورتو يعني اللي فاتت ما نلقاش وقت باش نشوف بلا سامي وكل نقعد نلوج كل اسم شنو عدى وكل. خويا قال لي فما فنانة بعثني لها كوموند ورجعتها. وعلاش رجعتها؟ قلت له في بالي بلاش. اي خذيت برشا ديزارتيكل وقلت للليبرور في بالي بلاش. اي تعمل لك ستوري؟ كي دخلت نشوف في اسمها مش معروفة. مش معروفة؟ وكان قلت لي هي وقتها، كان قلت لهم راني نعملها ستوري وناخو بلاش، نتصور راهم عاودوا لي وقلت لهم اي يعطيهم. اما علاش تعب في ليفرور وتعب في عباد تخدم وعباد تعدي في كوموند وعباد تخيط في الاخر انت تقول لهم في بالي بلاش؟ كيفاش ماهيش معروفة وعندها اغاني وتنتج في الخارج وكانت حاضرة في برشا برامج تونسية؟
أما ما هيش معروفة في الانستغرام، يعني ما هيش تخدم به الانستغرام. عريفة أزير تونسية كنت أصحاب معها برشا وديما جيل دارك، حتى لين نهار عريفة الأزياء هذي هبت التصويرة على السوشيال ميديا. انتي كي شفت التصويرة دخلت فيه السيريا، ومن وقتها قطعت علاقتك معها جملة واحدة. شكوني عريفة الأزياء هذي؟ وشنو السبب اللي خليك تتغشش وقت اللي تشوف التصويرة؟ هبط التصويرة ما عجبتنيش. شنو اللي ما عجبكش في التصويرة؟ حاجة لبستها ما عجبتنيش. وانتي شنو دخلك في حاجة تلبسهم صاحبتك؟ حاجة متاعي سرقتني. لبسة شركة متاعي عطتها لي ماما ربي يرحمها. وكيف هي صاحبتك؟ علاش ما كلمتهاش؟ تكلمهاش يعني. والمشكلة إنها تعرف، وإني حكيت لها وراتني كيش نبكي على الشركة وصار فيها. أنت تعرف إنه عبد يتوفى ويخلي لك حاجة قيمتها هي القيمة المعنوية أكثر من القيمة المادية. التو يعني استرجعتهاش؟ هي تتفرج فيها تو سختان ما نقولها جيبها لي ونجيب لك أختها، نطلع لك أختها تحبها بالديامان باش تحبها والله باللي تحب هي، المهم هذيك جيبها لي. ما كانش عندك الجرأة تمشي لها تقولها حاجتي بيها متاعي؟ ما نجمش هيجي، ما نجمش. هي وجعتني، مش حشمة. هي يعني عبد سرقك، ما نجمش نقول عبد سرقتني، ما نجمش. حتى كان هي وجعتني أني ما وكيفاش تصورت بها؟ سرق في دو شمع، هذا سرق ولبس شركة. غادة من مدة كلمك فنان تونسي حابك تكون معاه في الكليب الجديد بتاعه كممثلة، بعث لك الغناية عجبتك، احكي لك على سيناريو تفهمته في الفلوس. لكن نهار التورناج الممثلة العاقلة والمحترمة والمزيانة غادة الشكا تسكر تليفونها وما تمشيش للتورناج. شفت عقيبة اللي يجيب مجموعة الانستغرام يحطهم يمثلوا؟ ما كنتش من جماعة الانستغرام. كان جات ممثلة بروفيسيونيل عمرها ما تعملها؟ كان جاء مغني بروفيسيونيل عمره ما يعمل اللي عمله لي. وشو عمل؟ وبعث له ميساج لذي يعني ما سكرتش تليفوني هكاك. انت خدمت قبل الكليب مع مرتضى فتيتي؟ مرتضى صديقي وصديق العيلة وصديق خويا، ونوجه له تحية ونقول له ونهنيه على غنيته الجديدة. مرتضى محلاها، على غنيته الجديدة اللي محلاها برشا، ان شاء الله ربي يوفقه. والتحومتي مرتضى. ايه؟ تفهمنا على باش نصور معاه كليب، يعني جاتني قال لي نصور معاي كليب غادة وكل، وانت على انستغرام هاكا تخدمني وكل ووجه معروف فقبلت. قال لي باش نصوروا، حكي لي سيناريو يعني لبسة تقليدية وباش نمشيو نصوروا، قال لي في تكرونة ولا وين يعني ستيل تراديسيونيل، فهمت؟ قبلت، عجبني الحق يعني الغنية حلوة برشا الغنية، والسيناريو محلي. قلت ان تصوير بلادي المزيانة واللبسة التقليدية وكل، وما راعني يكلمني المخرج قبل بليلة يقول لي فهمت نبكي ولا نضحك ولا قال لي وين نبعثوا لك الشوفير وكل. قلت له لي تكرونا قريبه كل تا نجي من سوسه لتكرونا تا نجي وحدي. قال لي ما تكرونا نتاعك نصوروا في الحمامات في السويت ودرا شنو السويت. قلت له باش نصوروا فيه السويت؟ قال لي اي ماك باش تعمل دو بيس و عرفت ما يعني ما
قال لي كليب وش تلبس دو بيس وبش تاع شنو قلت له باش تحكي ما هي من قبيله شويه قالت انا ممثله اي ممثله ما عندي حدود عندها حدود ممثله ما عندي حدود باباراتزي نمشي توا نحكيو على الحب استنى فينا كرسي الحب انت في الحب شو تحب راجل رومانسي ولا تحب راجل سي السيد زوز زوز ما فهمش زوز يا باش تلقاه سي السيد حزاري هي تليفونك وين ماشي ليه 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 يا باش يكون رومانسي نخرجون حوسو شعر قصائد اي يغمض لك عينيك يهدي لك ورده اي تحبوا ثري لبس عليه باش ينجم يعيشك في مستوى به الحق ما هوش من طموحاتي نحبين نكون ثريه انت تكون ثريه هو لا نتصور بعد ما تعرفت ولا عندك شهره صحيح مزيانه تبارك الله عليك عيشك دونك الرجال الكل يحبوا عليك وتلاحظ هذايا على انستغرامك على طلب يجون يدقوا على الدار جينا طالبين راغبين بالطبيعة الخطه بتجي ما هيكوما ولا يجيو يدقوا وعلى انستغرام زاد ساعه ولاو يخطفوا بالانستغرام تو انت ضد مانيش ضد يعني مع اللي اختاروا قلبي قلبك قداش اختار من مره مره وما زالت متواصله ولا تقصت ما زالت فما ممثل معروف هاي؟ تعلق بيك في فترة من الفترات علاش العلاقة هذيك ما مشيتش بعيد هي ما بديتش باش تمشي يعني هو تعلق بيا كان حب من طرف واحد حب من طرف واحد خدمت معاه في المسلسل؟ خدمت معاه وكان يعني كما قال هو نعجبه كل أما الحق ما 19 سنة بجيت يعني كنت صغيرة؟ آه شنو اللي ما لقيتوش في الشخص هذاك؟ ما لوش إني باش نلقاه يعني ما بجينيش العلاقة يعني كنا نخدمه مع بعضنا كان كما يقول هو يعني نعجبه كل ما وفيت يعني غادي ما وقت عديت في نهار لحد مهمك في حد اشتحت مع السياسي حاتم بولابيار وتعرضت لحملة كبيرة من التعليقات والانتقادات اتهموك بمحاولة إغراء سياسي يا هيدي كلمة كبيرة هيدي كنت تتلوج على البوز وقتها ولا؟ والله يعني هو برنامج متاع باش نشطحوا ماشي نشطحوا حطوني مع حاتم اشتحت لا حاولت نغريه لا يغريني يعني مشينا باش نشطحوا باش نعملوا جو بعد اللي اشتحت معاه ترشح للرئاسية والله صدقني يا هادي ما نعرفوش عرفته نهارتها معي والله محليه هو الراجل معني لا دار بيا لا درت بيا عملنا جو روحنا قعدتوا على اتصال من بعد ولا ليه؟ شكون؟ مادامكم اشتحتوا مع بعضكم قلت لك وفيت تغناش كل واحد هز روحه وروح خلينا نعملوا مع بعضنا لعبة فتى الأحلام أنا فهم ذوقك فتى الأحلام ناخذوا الزوز اقتراحات لولانين واللي أنت باش تختار من خلالهم فتى أحلامك عنا مجد بالغيث محمد مراد زوز مثلت معاهم واحد في دج الحاضرة واحد في إن شاء الله مبروك مجد خويا هيك وربي هنيه هو ولبنى محمد مراد دونك محمد مراد محمد مراد حسن كشاش ممثل جزائري وحسن في الدنيا راجل يكون اكبر منك في العمر من جنسيه مختلفه طبيعه حسين ياسر محلاها دونك ناخذوا حسين ناخذوا حسين حسين بسام الحمراوي بسام محلاه بسام يعني ياسر طيب و الحق نراه خويا زيدا و حسين 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 عربي المازني عربي مثل معاك في تاج الحاضر مثل معايا مثل راجلي اي دونك سي بون جربنا تو حسن كشيش حسن كشيش مطول معنا حسن كشيش حسن كشيش عمر جمل
كيفك حد بنت بلادي. ولد بلادي عمر جمال. انت مغرومه بالتوال؟ حب الاتوال عمار بيه. حمد علي بن رمضان عنا الكلاسيكو تو. لعب في الترجي الرياضي التونسي تو نجم الترجي الرياضي التونسي. نجم بيان سور. الاتوال عمار. عمار والنوردو. نوردو. مش ولد بلادك؟ نوردو نحبه يعجبني. نوردو؟ ظهر فيك تحب الموسيقى أكثر من الكورة. إي مغرومة برشا بالموسيقى. ظهر. عربوشة طلعت. النوردو. النوردو. فتى الأحلام بالنسبة لغادة شكا هو النوردو. غادة نحب نودعك وانت على كرسي الحب ونخلي لك كلمة الختام. شكرا على الاستضافة. يعيشك. ان شاء الله كنت خفيف الظل عليكم. شرفتنا ونورتنا. يعيشك يا هيزي ربي يفضلك. نحب نشكر اللي يتفرجوا فينا الكل والجمهور الحاضر. ان شاء الله ربي يرفع علينا البلاء نحن في فترة صعيبة برشا. وفي الأخير نشكر سونيا الطيف أوت كوتيوغ على كل مرة تبدع في لبستي وأسامة سولي على المكياج. شكرا. تحية كبيرة لغادة شكا. والله اليوم فرحان ياسر اللي أنا جيت واستلمت الدار، استلمت التحفة هذه بالحق اللي هي تحفة. نشكر قناة حوار التونسي على المصداقية، نشكر عقارية شعبان على بالحق على التحفة هذه. تبعنا مع بعضنا رحلة الفوز بدار. أبارتمون موجودة في إقامة ريان، عقارية شعبان حي النصر S بلس 2 أوستاندينغ، قيمتها 370 مليون. بعد ما شارك معنا وخرج اسمه في القرعة صاحب الحظ السعيد رضا الهيز تسلم الدار متاعه في أجواء كلها فرحة. ألف مبروك والعقبة للناس الكل. احنا كافة إدارة عقارية شعبين وموبيليار خوازين نهنئو سي رضا الهيسي بالدار اللي ربحها مع الحوار التونسي. إن شاء الله تكون مبروكة عليه، إن شاء الله عتبة مبروكة كما نقولوا. ضيعت الأول ما تضيعش الثاني. من تونس ترجع لكم فرصة كبيرة للربح بورتمان فاخر أوستاندينغ في إقامة راقية ريزيدانس حنين بارتي 2. البورتمان هذا S بلس 3 قيمته 400 مليون وينجم يكون فرصة العمر بالنسبة ليك. ما لفش تستنى، ابعث فيسع SMS في حرف A على الرقم 85 811. حظ سعيد للجميع.